قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدا المسلسل في انجلترا عام 1735 وبنشوف شخص كده راكب عربيه مع مراته، وبيكون الشخص ده غني ومن اعيان البلد لدرجه انه بيوري مراته حاليا ماسا جابها لها هديه. بس المشكله بقى ان سواق العربيه دي فجاه بيلاقي وراه قاطع طريق اسمه ديك توربن بيهجم دلوقتي ديك توربن على العربيه، وهوب بيصحى ديك توربن من النوم لانه كان بيحلم اصلا. وبيكون اللي بيصحي ديك توربن شخص اسمه جيفري ويبقى سجان، لان ديك توربن يبقى قاطع طريق بس مقبوض عليه والمفروض ان هو هيتهدم. وحاليا جيفري السجان بياخد ديك توربن وكم مسجون تاني وبيتحرك بيهم عشان يروحوا للساحه بحيث يتشنقوا. في السكه بيقف جيفري قدام حانه كده وبيعرف ديك وكل المساجين اللي معاه انهم يقدروا دلوقتي يدخلوا الحانه دي يشربوا اللي هم عاوزينه لاخر مره في حياتهم. فبيدخل ديك وكل المساجين الحانه وبيقعدوا يتكلموا سوا ويتعرفوا على بعض. وقتها بيعرف ديك الكل انه يبقى ديك توربن واحد من اعظم قطاع الطرق في انجلترا. في اللحظه دي بتكون في كاتبه اسمها اليزا قاعده في الحانه وبتسمع اسم ديك توربن، فبتفرح جدا بشكل مش طبيعي وبتيجي تقعد مع ديك وبتطلب منه ان هو يحكي لها حكايته قبل ما يتشنق. فيبدا بقى ديك يحكي حكايته كلها من اولها لاخرها. بنرجع للماضي وبنشوف ان ديك كان عايش مع ابوه اللي بيشتغل جزار، وابوه كان دايما عاوزه يشتغل معاه في الجزاره، لكن ديك ما كانش لاقي نفسه خالص في مهنه الجزاره دي، فساب الشغل مع ابوه وقرر يشوف حياته. وفي اليوم ده بقى راح ديك حانه كده في المدينه وقعد مع الطفله كارين اللي شغاله في الحانه، وفضل يحكي لها بقى كل اللي حصل زي عادته. بس اثناء بقى ما كانوا قاعدين بيدخل المكان عصابه قطاع طرق بقياده شخص اسمه توم كينج. وعصابة توم كينج دي مكونة من شخص اسمه أونستي وبنت اسمها نيل وشخص اسمه موس وواحد اسمه ستيف، واللي حاليا بيعرف توم دلوقتي ان اسمه ستيفن مش ستيف، فبيتعصب توم وبكل سهولة بيقتله. بعدها اتكلم توم مع الطفلة كارين وعرفها ان بكرة اللورد روكوود هيعدي من قدام الحانة بتاعتها، فهي بقى لازم تثبته وتخليه يمشي من طريق تاني، لان الطريق ده هيكون توم وكل عصابته مستنيين فيه ويثبته. وقتها بتخاف كارين تعمل حاجة زي دي، فبيقرر ديك يتطوع مكانها. فبيديله توم كينج مسدس كده بحيث يعني يبقى يثبت بيه اللورد روكوود بكره، وبيسيبه دلوقتي وبيمشي. تاني يوم بقى بنشوف ديك راكب العربيه بتاعت اللورد روكوود وعمال يعرف اللورد روكوود انه شخص من المستقبل وجايله دلوقتي يعرفه انه لازم يمشي من طريق تانيه غير اللي ماشي فيها دي لانها هتكون افضل ليه. بس روكوود مش بيصدق الكلام ده وبيقدر يعرف ان ديك قاطع طرق وبيشتغله، فبيتخانق روكوود مع ديك وبيضربه. في نفس الوقت ده بتعدي العربيه من قدام توم، فبيقتل توم السواق بحيث يسرق روكوود، بس المشكله ان العربيه بتنحرف عن الطريق وبتتقلب وبيقدر روكوود يهرب. وقتها بيروح توم لديك وبيقرر يقتله لانه بوظ المهمه، بس لحسن الحظ الشنطه بتاعت ديك اللي كان فيها المسدس اتعلقت في شجره كده وحاليا بتقع والمسدس بيضرب طلقه فبيموت توم. بعد ما مات توم بيجوا اونستي ونيل وموس وبيشوفوا اللي حصل، فبيفتكروا ان ديك هو اللي قتل توم، فبيفرحوا بشكل مش طبيعي لانهم اصلا ما كانوش بيحبوا توم. بيقرر اونستي وموس يعينوا ديك قائدهم الجديد. طبعا ده بيضايق نيل، فبتعرفهم انها عاوزه تبقى هي القائده، لكنهم مش بيهتموا بيها وبيعينوا برضو ديك كقائد ليهم. ديك بقى يا صديقي بيعجب جدا بموضوع القياده ده، وبنشوف انه في نفس اليوم ده بالليل بيروح لحانه كارين، وبيكون ديك ورجالته لابسين كلهم لبس موحد كده لانه عمل زي العصابه بتاعته. المهم ان نيل وموس واونستي يعرفوه حاليا ان اللورد جوناثان صيد الحراميه هيجي حاليا الحانه بحيث يتفق مع ديك على شغل جديد مع بعض. لان بالمناسبه جوناثان هو شخص فاسد جدا ومش بيقبض على الحراميه، بل بيتفق معاهم وبياخد جزء من فلوسهم مش اكتر من كده. وفعلا بيوصل جوناثان للحانه وكان معاه دلوقتي ابنه الليمد كريستوفر، واللي جوناثان مضطر دايما ياخده معاه في كل حته لان امه تعبان. عامه يعني بعيدا عن المشاكل الاسريه اللي مالناش دعوه بيها دي، اتكلم جوناثان دلوقتي مع ديك وعرفه انه هيعمل معاه الاتفاق، وهو انه هياخد 95% من اي حاجه ديك وعصابته يسرقوها. طبعا ديك موافقش على الكلام ده وقرر يهرب من جوناثان، لكن جوناثان ورجالته بيقبضوا عليه وقرروا بعد كده يعدموه. وهنا بتنتهي رحلة الذكريات دي، وبنرجع لديك تاني وهو قاعد دلوقتي في الحانة، بتكون معاه الكاتبة إليزا اللي بتعجب جدا بالقصة بتاعته وبتشكره انه حكاها لها. وبس بيروح ديك دلوقتي للساحة عشان يتعدم، وبيطلع ديك على منصة الإعدام وبيتشنق. بس قبل ما يموت بيوصلوا أونستي وموس ونيل، وبيقدروا أونستي وموس يقطعوا الحبل لديك وبياخدوه. وقتها بيجي جوناثان وبيثبت ديك قبل ما يهرب، لكن بتيجي عجلة كده وبتخبط في جوناثان وبتوقعه، فبيقدر ديك ورجالته يهربوا. تاني يوم بنشوف ان ديك وعصابته على طول على طول رجعوا الشغل من تاني، ودلوقتي واقفين في مكان كده ومستنيين عربيه معينه تعدي بحيث يسرقوها، لكن المشكله ان ديك بيفضل ياخرهم لان خبرته قليله جدا في قطع الطرق، وبالتالي العربيه اللي عايزين يسرقوها بتعدي. فبتطلب من دلوقتي والكل من ديك انه يستناهم هنا على جنب لحد ما هم يسرقوا ويخلصوا. فعلا بيستنى اول عربيه معديه على الطريق وبيثبتوها، وبتكون العربيه دي بتاعت مش عاوز غلبان كده اسمه كريج، ورغم ان كريج مش معاه فلوس كتير الا انهم برضه بيسرقوا كل اللي معاه وبيسيبوه يمشي. في نفس اليوم ده بالليل بيروح ديك والكل لحانه كده، المفروض يعني ان بيقعد في الحانه دي عصابات قطاع الطرق بس، وبيكون في لوحه كده على فكره موجوده في المكان عليها كل قطاع الطرق وتصنيف عصابه ديك هي تقريبا القبل الاخيره لانهم فشله.
المهم ان اثناء ما كانوا الكل قاعدين بيدخل الحانه شخص اسمه ليزلي مع عصابته اللي اسمها عصابه كلاب الجحيم. والعلم ليزلي وعصابته هم اخطر عصابه في المدينه. فالمهم بيجي ليزلي دلوقتي يتكلم مع ديك وعصابته وبيكونش مصدق ان ديك التافه ده قدر يخلص على توم كينج، وبالتالي بيعرض ليزلي دلوقتي على نيل انها تسيب العصابه الفاشله دي وتيجي تشتغل معاه، لكن نيل بترفض. فبيتعصب ليزلي وبيفضل يقول لديك انه مش قاطع طريق، فبيسالوا ديك يعمل ايه عشان يثبت له انه فعلا قاطع طرق. فبيعرفوا ليزلي ان في عربه كده اسمها العربه الملعونه، فيها قطعه الماس غاليه جدا والمفروض ان محدش قدر يسرق العربيه الملعونه دي ابدا. وبالتالي بيعرف ليزلي ديك انه لو قدر يسرقها هيكون فعلا قاطع طرق. في اللحظه دي بيتحمس ديك وبيقرر يسرقها، بس بياخد عصابته وبيروحوا يستنوا العربه الملعونه واللي بتوصل عندهم بعد كده، وبيكون السواق بتاعها شخص غريب كده ومش بيتكلم خالص. المهم ان ديك وأونستي بيدخلوا العربه وبيلاقوا قطعه الماس فبياخدها أونستي، وهنا بقى بتحصل حاجه غريبه لان أونستي فجاه بيختفي وهوب بيظهر تاني وهو قاعد مكان السواق الغريب وبيطلع حديد كده وبيربط ايده. وقتها السواق الغريب بيعرف ديك وعصابته انهم اغبياء لان العربه الملعونه ما ينفعش حد يسرقها، لان اللي هيسرقها هيتلعن وهيكون السواق بتاعها مدى الحياه. وبيعرفهم الغريب انهم كده خلاص ينسوا أونستي ده وبيسيبهم ويمشي. اما أونستي فبتفضل العربه تلف بيه وهو مجبر غصب عنه يفضل راكبها. روحي ده بقى بتشوف نيل ان العصابه دي فعلا فاشله جدا، فبتقرر خلاص تسيبهم نهائيا وبتروح دلوقتي تنضم لليزلي. بس يعني ليزلي يا صديقي مش بيضم نيل للعصابه بكل سهوله كده، بل بيقرر يعمل لها اختبارات هي وثلاثه تانيين، واللي يكسب فيهم هينضم لعصابته، اما اللي هيخسر فليزلي هيقتله فورا. لكن بعيدا عن الجيران ده كله بنروح دلوقتي لديك واللي بياخد موس وبيروحوا سوا لعند المشاوس كريج وبيعتذروا له على انهم سرقوه النهارده، وبيطلب منه يعرفهم يعملوا ايه عشان خاطر يخلصوا أونستي من اللعنه اللي عليه. فبيعرفهم كريج ان العربه الملعونه دي كانت عربه شخص اسمه البارون، ومفروض يعني ان البارون جاب الالماسه اللي في العربه دي واهداها لمراته، لكن طلعوا عليهم قطاع طرق وحاولوا يسرقوا الماسه وقتلوا مرات البارون. فالبارون زعل جدا وعمل لعنه على الماسه دي عشان اي حد يقرب لها يتلعن ويسوق العربه للابد. لكن برضه عرفهم دلوقتي كريج ان مقبره البارون فيها جوانتي كده، لو وصلوا له هيقدروا يسرقوا الماسه من غير ما يتلعنوا وكل حاجه هترجع زي الاول. وقتها مضيعش ديك وقت وخد موس وراحوا على طول على مقبره البارون عشان يسرقوا الجوانتي. في الوقت ده بقى طلع لهم جن البارون نفسه وكان رافض يديهم اي حاجه، بس بتوصل للمكان جن مرات البارون وبتكون طيبه، وبالتالي بتطلب من البارون يديهم الجوانتي، فبيديهم البارون الجوانتي عادي خالص. في نفس اليوم ده بالليل بيروح ديك يقابل نيل وبيطلب من نيل حاجه كده. وتاني يوم على طول بنشوف ان ديك بيروح العربه الملعونه اللي سايقها أونستي وبيكون لابس الجوانتي عشان ياخد الماسه. لكن بيجي في الوقت ده ليزلي ونيل وكل عصابه ليزلي، لان نيل عرفت ليزلي موضوع الجوانتي، وبياخد دلوقتي ليزلي من ديك الجوانتي غصب عنه بحيث هو اللي يسرق الماسه. فعلا بيلبس ليزلي الجوانتي وبيسرق الماسه، لكنه على طول بيتلعن وأونستي بيتحرر وبيبقى هو مكانه. وبنكتشف هنا ان ديك ادى ليزلي جوانتي مزيف وبيلبس دلوقتي هو الجوانتي الحقيقي وبيسرق الالماس، وهو ده الاتفاق اللي اتفقوا مع نيل. وبكده أونستي اتحرر وليزلي اتلعن والماسه بقت كمان مع ديك وعصابته، يعني نجاح منقطع النظير. بعد كده بقى بيروحوا ديك والعصابه لحانه قطاع الطرق عشان يحتفلوا، وكل الناس هناك حرفيا بتبدا تحترمهم انهم قدروا يسرقوا العربه الملعونه ويعلموا على اكبر عصابه في البلد. بعد كام يوم بقى من كل ده بنشوف ان ديك والعصابه مثبتين كام واحد كده وسارقين عربه كانت معاهم. العربه دي بقى بتكون مليانه ذهب، فالكل بيفرحوا وبيروحوا لبيت كريج وبيسيبوا الذهب هناك، وبيقرروا حاليا انهم يروحوا لندن يشوفوا حد يشتري الذهب ده منهم. وبيقرروا برضه ان ابو ديك يبقى يبعت لهم الذهب على لندن من خلال مكتب البريد. وبالفعل صديقي بيروحوا الكل على لندن وبيقابلوا هناك ابو وام أونستي لانهم اصلا عايشين في لندن، وبيعرفهم دلوقتي انهم عاوزين يبيعوا الذهب، فبيقرروا يشوفوا لهم حد يشتري. في الاثناء دي ولكن في مكان تاني اسمه مقر النقابه، بنعرف ان النقابه دي زي منظمه اجراميه بتضم ناس كتير بمناصب مهمه زي جوناثان كده، وبيكون جوناثان اصلا على فكره من اعضاء النقابه. المهم حاليا بقى رئيسه النقابه بتتكلم مع جوناثان وبتعرفه ان في ذهب كانوا سارقينه وبينقلوه، لكنه اتسرق منهم برضه، واللي سرقوه هو ديك وعصابته. وبتعين دلوقتي الرئيسه جوناثان عشان يوصل لهم ويقبض عليهم. فبيوافق جوناثان. في نفس اليوم ده بالليل كان ديك والعصابه في مكان كده مقطوع، ومفروض انهم مستنيين هنا حد هيجي يشتري منهم الذهب، بس في الحقيقه بيوصل للمكان الجنود وعراسهم جوناثان، لان ده كان كمين مش اكتر. وحاليا بقى بيكلبش جوناثان نفسه بديك وبيعرفوا ديك انه هيوديه دلوقتي للذهب والا هيقتله. بيكون جوناثان هياخد ديك ويمشي، لكنه مش بيلحق لان بيوصل للمكان حاليا واحد اسمه جاو واللي بقى صديق جوناثان في النقابه، وبيكون جاي دلوقتي عشان يقتل جوناثان وياخد ديك ويخليه هو يوصله للذهب. بس المشكله ان جاو قبل ما يعمل اي حاجه بتوصل لمكان واحده من اعضاء النقابه برضه اسمها ساندرا، وتكون ساندرا برضه عاوزه تقتل جوناثان وجاو وتاخد ديك. وبدون مقدمات بيفضلوا الكل يضربوا نار على بعض، بسرعه جوناثان وديك لانهم مربوطين سوا بيفضلوا يهربوا مع بعض لحد ما بيقدروا جاو وساندرا يحاصروهم على جسر كده، فبسرعه بينطوا جوناثان وديك من على الجسر في النهر وبيهربوا. اما بقى موس ونيل وأونستي فبالصدفه بيلاقوا كريستوفر ابن جوناثان فبيقبضوا عليه،
وبيسيبوا بقى موست يحرسه بحيث يعني يكون ورقة الضغط معهم على جوناثان. اما نيل وهونستي فبيلفوا في المدينه يدوروا على ديكو جوناثان. بمناسبه ديكو جوناثان فهم حاليا بيخرجوا من الميه وبيكونوا بخير، فبيتنكروا وبيفضلوا يلفوا في المدينه لحد ما بتجيلهم ساندرا وبتفضل تضرب عليهم نار، فبسرعه بيهربوا منها وبيدخلوا يستخبوا في نادي قتال سري كده في المدينه. المشكله بقى ان مدير النادي بتاع القتال ده كان على خلاف كبير مع جوناثان، وللاسف بيشوف جوناثان وبيدخل جوناثان ويديك قتال بالعافيه غصب عنهم مع شخص قوي جدا عشان يقتلهم. لكن جوناثان وديك بمعجزه حرفيا بيكسبوه وبيقدروا كمان يقتلوا المقاتل التاني ده، ولسه ياخدوا نفسهم مش بيلحقوا لان جو بيجي لهم وبيضرب عليهم نار، فبيتصاب جوناثان وبيكون جو هيكمل عليهم، بس واحده من المصارعين في المكان بتضربه فبيغمى عليه، وبيقدروا ديك وجوناثان يهربوا وبيروحوا لكنيسه كده، وهناك بيعالج ديك جوناثان وبيقرروا بقى يروحوا للذهب عشان جوناثان ياخده ويسيب ديك في حاله. فبيروحوا مكتب البريد وبيلاقوا فيه الذهب، ولحد هنا تمام. اللي مش تمام بقى ان ساندرا بتجيلهم وبتثبتهم، لكن ديك بيوقع عليها مكتب كده وبيخلص منها. وفي اللحظه دي بياخد جوناثان المسدس وبيثبت ديك عشان يقبض عليه مع الذهب، لكن متوصل في الوقت ده نيل وهونستي وكمان موس وبيكون معاهم كريستوفر. فبيعرف جوناثان دلوقتي انهم هيقتلوا كريستوفر لو ما سابش ديك، فبيضطر غصب عنه يسيب ديك، وبياخد ديك واصابته دلوقتي الذهب كله وبيمشوا وهم فرحانين. اما جوناثان فيروح دلوقتي يحضر اجتماع للنقابه، وحاليا بتقرر رئيسه النقابه ترفضه خالص لانه فشل يقبض على ديك ويرجع الذهب، وفعلا بتخلي الامن يرموه بره زي الكلب. وبتقرر بقى الرئيسه من اللحظه دي انها هتلاحق بنفسها ديك وعصابته وهتوقفهم. بتعدي بقى فتره على كل ده وبيشوف ديك وعصابته بيثبتوا عربه كده عشان يسرقوها، وبيكون سواق العربه دي هو السجان جيفري. جيفري عرفهم حاليا انه معاه في العربه دي ساحره شريره اسمها العفريته الحمراء، وانهم ما ينفعش يحرروها ابدا لانها خطيره جدا. بس ديك وعصابته مش بيصدقوه وبيفتحوا العربه، فبتطلع فعلا العفريته الحمراء واللي على طول بتستخدم قدراتها وبتصنع نار كبيره جدا وبتختفي من المكان في لحظات. بعد كده بقى بتروح على القريه بتاعت ديك والعصابه وبتفضل تخوف في كل الناس اللي هناك. طبعا كل الناس بيبداوا يستخبوا، اما ديك والعصابه فبيروحوا يستخبوا في حاله كارين الصغير. بيكون جيفري معاهم دلوقتي وبيعرفهم انهم ما ينفعش كده مبدئيا يقولوا اسم العفريته الحمراء نهائيا لانها هتسمعهم وهتجيلهم هنا. وتقال ان ديك والعصابه اغبياء اصلا، فبيفضلوا يقولوا اسم العفريته الحمراء فبتجيلهم فعلا في الحانه، وبتقرر انها تاخد روحهم كلهم عشان تزيد من قوتها. لكن ديك بيتكلم معاها وبيخليها ترجع عن قرارها وبيعزمها كمان على مشروب كده في الحانه. المشكله بقى ان المشروب مش بيعجب العفريته، فتضرب ديك دلوقتي بقوه غريبه كده بتحوله لفرخه صغيره، وبتكون هتضرب الباقيين كمان لكنها مش بتعرف لان اونستي بيضربها على دماغها فبتفقد الوعي. مش ازاي عفريته ضربت على دماغها وفقدت الوعي، بس يعني ده اللي حصل. بعد اللي حصل ده بيربطوها وبيقرروا ان هم يسيبوها هنا في الحانه مع نيل تحرسها. اما اونستي وموس فبياخدوا الفرخه او ديك، يعني فهمت الافيه فرخه وديك والكلام ده ماشي، ويروحوا للمشعوذ كريك عشان يعني يرجع ديك لوضعه الطبيعي، بعدين يبقى يجي معاهم يخلص على الساحره. كريك بقى يا صديقي كان حاليا في بيته ومعاه المعلمه مورين، ودي معلمه من مدرسه السحر، والمفترض يعني انها جايه تشوف قدرات كريك عشان يعني تديله رخصه ممارسه السحر. ما تسالنيش ازاي في رخصه للكلام ده، بس يعني في رخصه عامه. وبيجوا له حاليا موس وأونستي وبيطلب منه انه يحول ديك لشكله الطبيعي، فبتعجب مورين بالموضوع وبتامره يعمل كده، ولو نجح هتديله رخصه السحر. فبيفضل كريج يحاول يرجع ديك لشكله الطبيعي لكنه بيفشل، ومره يحوله لكلب ومره يحوله لكذا ومره يحوله لكذا وهكذا وهكذا، لكنه في النهايه بيقدر يحوله اخيرا لبشري بس طفل صغير. بيقرروا يحتفظوا بيه كده على هيئته دي لحد ما يحبسوا العفريته الحمراء. بياخدوه وبيمشوا عشان خاطر يروحوا دلوقتي يحبسوا العفريته. بمناسبه العفريته بقى بتكون حاليا مع نيل في الحانه، وبيجي حاليا ابو ديك وكل اهل القريه وبيقرروا يحرقوها عشان يخلصوا منها، لكن نيل بترفض الكلام ده عشان طبعا مش عاوزه تحرقها الا لما ديك يرجع لوضعه الطبيعي لانهم ممكن ما يعرفوش يرجعوه. فبتعرف نيل الكل انهم ما يقدروش يحرقوا العفريته بدون محاكمه، فعلى طول مش بيضيعوا وقت وبيعملوا محاكمه للعفريته وبيحاكموا نيل كمان معاها بالمره، وبيقرروا يحرقوهم هما الاثنين. وفعلا بيربطوهم على المنصه عشان يحرقوهم هما الاثنين، بس في الوقت ده بيوصل كريج ومورين وموس وهونستي وبيكون معاهم كمان ديك، واللي لسه ما رجعش لشكله الطبيعي بل بقى راجل عجوز. وحاليا بتدخل مورين وبترجعه بسحرها لشكله الطبيعي، وبيتكلم بقى ديك مع الكل، بيعرفوا انهم ما ينفعوش يحرقوها هي ونيل، فكل الناس بيتعصبوا وبيربطوا ديك جنبهم هو التاني عشان يتحرق معاهم. في الوقت ده بقى بيدخلوا كريج وموس وهونستي لحانه كارين، وبيفضل كريج يحضر تعويذه كده وبيصنع ماده غريبه وبيجي يرميها على عفريته، فبيصغر حجمها جدا وبيوقف قوتها، بس بينتهي الخطر. وطبعا بيفكوا دلوقتي ديك ونيل، وبيجي جيفري وبياخد الساحره اللي بقى حجمها صغير زي لعبه صغيره كده بحيث يعني يحبسها. اما مورين فبتعرف كريج دلوقتي ان مستواه في السحر اتحسن جدا لكنه لسه ما بقاش ساحر ومش تقدر تديله الرخصه، وبتسيبه وبتمشي. اما بقى ديك وباقي العصابه فبيقرروا يرجعوا لشغلهم عادي خالص. بعد كل ده بقى بكام يوم بنشوف المشعوذ كريج مع عائله غنيه مكونه من اب وام وبنتهم، ومفروض يعني ان كريج حاليا واخدهم في رحله عشان يجي ديك وعصابته ويسرقوهم. ويا صديقي العيال عارفين انهم هيتسرقوا وراضيين لان ديك هو اللي هيسرقهم،
اللي بالمناسبة ديك بقى مشهور جدا بسبب مغامراته الكتيرة وبسبب الكاتبة إليزا لو تفتكرها اللي كتبت عنه قصة كبيرة وعظيمة. في المجمل حاليا بيطلع على كريج والعيلة اللي معاه نيل وموس وأونستي من غير ديك لأن ديك مشغول حاليا وفي حفل توقيع دلوقتي كتاب إليزا الجديد اللي بيتكلم عنه وعن سرقاته. الفكرة بقى إن العيلة بيزعلوا جدا إن ديك مجاش يسرقهم وبيقرروا يلغوا الصفقة. وفي وسط كل ده بقى بيوصل المكان قاطع طريق قوي جدا وبمنتهى سهولة. قطع الطريق ده بيسرق كل حاجة مع العيلة وبيسرق كمان كل حاجة مع نيل وأونستي وموس. وبيعرفهم قطع الطريق دلوقتي إن اسمه تومي ومن النهاردة المدينة دي هتبقى بتاعته. وبينصحهم إنهم يحذروا ديك ويبعدوا عن طريقه عشان خاطر ما يقتلهمش كلهم ويكسبهم بكل شياكة وبيمشي. في الوقت ده كان لسه ديك في حفلة التوقيع في الحانة هو والكاتبة إليزا وعمالين يبيعوا في الكتب زي الفل. بعد شوية بقى بيوصلوا عنده أونستي وموس ونيلو ويعرفوه كل اللي حصل فبيتعصب ديك وبيقرر ان هو يخرج دلوقتي يشوف تومي لكنه مش محتاج يعمل كده عشان تومي نفسه هو اللي بيجي دلوقتي الحالة. بيعرف تومي ديك انه بيتحداه دلوقتي في مبارزة ولو تومي فاز هياخد عصابة ديك وديك يمشي عادي جدا من المدينة خالص وهو تمام. طبعا لو ديك فاز تومي هو اللي هيمشي من المدينة فبيوافق ديك على المبارزة دي وبيقرر يعملها. تاني يوم بقى بيشوف ان نيل وديك عمالين يتدربوا عشان المبارزة بس بيجوا دلوقتي جنود وبيخطفوهم. اما بقى أونستي وموس فبيكونوش عارفين ان ديك وأون اللي اتخطفوا اصلا وبيروحوا حاليا لتومي وبياخدوه كده يقعدوا في الحانة وبيفضلوا يشربوا مع تومي مشروبات كتير جدا عشان يسكروا ويفوتوا على المبارزة. لكن تومي بيكون فاهم الكلام ده وبيفضل يشرب معاهم فعلا لحد ما هم اللي بيسكروا وبيعرفهم دلوقتي تومي انه ضحك عليهم وكان بيشرب ميه مش اكتر من كده وبيسيبهم وبيمشي. نفس الوقت ده بنشوف ان الجنود اللي خطفوا ديك بياخدوا دلوقتي لمكان كده وبتوصل لمكان رئيسة النقابة واللي بنعرف ان هي اللي خطفت ديك ونال. وحاليا بقى بتيجي كمان نيل واللي بتشوف رئيسة النقابة وبتعرف ديك ان دي تبقى هيلين امها لكن نيل مش بتحبها خالص فمن زمان يعني بعيد عنها وعشان كده يعني ما قالتلوش عليها. عامة حاليا عرفوا ديك ونيل هيلين ان الذهب اللي هي عاوزاه خلاص اتخلصوا منه فتعرفوا من هنا انها مش عاوزه ذهب دلوقتي بل خطفتهم عشان تدعو ديك انه ينضم لمنظمه النقابه هو وعصابته وهتمدهم بكل الموارد اللي هم عاوزينها بحيث يعملوا اكبر عمليات السرقه في البلد كلها ولكن طبعا طبعا تبقى لصالح النقابه واللي هي طبعا هيلين وعصابتها. بس كان متوقع طبعا ديك بيرفض وبتقرر هيلين تحبسه فبيخاف ديك دلوقتي ونيل وبيكونوا هيهربوا وبالصدفه بيدخلوا الاوضه كده في بيت هيلين وبيلاقوا فيها صور لتومي ولبس ليه وحاجات زي كده. وبتيجي دلوقتي هيلين وبتعرفهم ان تومي ده اصلا تبعها وكانت بعتها لديك وهتعمل مبارزه بينهم وتخلي ديك هو اللي يكسب وده كان هيزيع صيت العصابه اكتر واكتر وشغلهم سوا هيكتر. بس بما ان ديك مش ناوي ينضم للمنظمه فبتقرر هيلين خلاص تحبسه وبتقرر ان تخلي تومي كمان يكون هو الزعيم مكانه وفعلا بتحبس ديك في سجن كده. اما نيل فبتعرفها هيلين انها هتروح للعصابه وكل الناس وهتعرفهم ان ديك انسحب وهرب وانها هي والعصابه بتاعته هينضموا لتومي او ديك هيموت. في اللحظه دي طبعا نيل بتخاف على ديك وبالتالي بتروح دلوقتي لمكان المبارزه واللي كان فيه تومي وموس وأونستي وكل اهل المدينه حرفيا. وبتدي نيل دلوقتي لعمده المدينه ورقه كده قال يعني ديك كاتبها بنفسه وبيقول فيها ديك انه هرب من المدينه وساب عصابته لتومي. وقتها بيفرح تومي جدا ومن اللحظه دي بقت نيل وأونستي وموس بيشتغلوا تحت ايده هو. بنشوف بقى صديقي ان تومي اول حاجه بيعملها انه بياخد بعضه وبيروح للقريه بتاعت ديك وبيعرف كل الناس اللي هناك ان ديك اتخلى عنهم وساب المدينه وهرب لانه جبان ومش بيحبهم. وبيعرفهم تومي انه من النهارده هيكون هو بطلهم الجديد ولازم الكل يدعمه. بس تعرف كلام تومي ده غير حقيقي بالمره لان تومي اولا كده بيعذب فريقنا في التدريبات وما الى ذلك وبعد كده بيبدا يستعبدهم في الشغل حرفيا ويخليهم يسرقوا اي حد لدرجه انه بيخليهم يسرقوا بيت كريج المشعوذ. وفي مره كده كان تومي قاعد في حانه كارين وبيشوف ان كارين بتكسب كتير جدا فبياخد بعضه بيروح لنيل وموس وأونستي وبيعرفهم انه ناوي يسرق حانه كارين. وقتها أونستي وموس بيوافقوا انهم مش عاوزين يعملوا مشاكل مع تومي. اما نيل فبتعترض بس تومي مش بيهتم خالص باعتراضها فبتروح بقى نيل عند امها هيلين وبتعرف امها دلوقتي ان تومي ده مجنون وبيسرق اي حد حتى لو ناس مسلمين من القريه او طفل زي كارين. وبتعرف نيل امها انهم عاوزين يوقفوه دلوقتي ضروري بس هيلين بترفض الكلام ده وبتعرف نيل ان تومي ده مش قاطع طريق ولا حاجه بل هو مجرد ممثل بيشتغل عندها مش اكتر من كده وهي اصلا اللي بتامره بكل السرقات دي. وقتها بتتعصب نيل وبتسيب امها وبتمشي وبتبدا بقى نيل وأونستي وموس يرابوا الاخ تومي فبيكتشفوا انه ممثل فعلا معاه فريق كامل بيشتغلوا معاه لكن في الدرة لدرجه انه لما بيضرب حد بالنار بيكونش هو بل حد من الممثلين اللي بيشتغلوا معاه. وبتلاحظ نيل والكل برضو ان كل اللي شغالين مع تومي مش بيحبوه فبيقرروا انهم دلوقتي هيخرجوا اولا كده ديك من السجن بعدها هيبقوا يتصرفوا مع تومي بالمعلومات اللي عرفوها. بمناسبه ديك بقى بيكون لسه في السجن بس بيقولوا جوناثان وكريستوفر وهم عاملين نفسهم جنود في السجن وبيقرروا يخرجوه وبيكونوا عملوا كده لان نيل طلبت منهم ولانهم كمان عاوزين ينتقموا من هيلين لانها طردت جوناثان من شغله. المهم ان ديك بيشكر جوناثان وبيخرج من السجن وبيوصل الخبر ده طبعا لهيلين فبتتجنن وبتقرر تروح للمدينه تشوف ديك.
اما بقى تومي فحاليا بيوصل للمقر بتاعه فبيلاقي سبوره كده مكتوب عليها ديك هرب وان في ميعاد كده عشان يتبرزوا سوا النهارده. فبيروح بقى تومي على مكان المبارزه ده فبيلاقي ديك والعصابه وكل اهل المدينه عموما، وبيعرف ديك تومي دلوقتي انه كشفه وعارف انه ممثل ومش قاطع طريق ولا حاجه. بيعرفه كمان ان اونستي وموس امبارح ادوا رشوه لكل ممثلين اللي شغالين معاه وحاليا محدش يقف جنبه ولازم يبرزوا لوحده وش الوش. وده بيخاف توم يبرزوا، لكن بتيجي هيلين وبتعرفه انه لازم يدخل المبارزه، فبتبدا فعلا المبارزه. بس قبل ما اي حد فيهم يضرب على التاني بيترعب تومي فبيهرب من المكان. وده بتتعصب هيلين وبتقرر تقتل ديك بنفسها، لكن نيل بتقف قدامها وبتمنعها. فبتقرر هيلين خلاص ما تقتلهوش، لكنها بتعرف نيل انها هتقتله قريب ولو حاولت تمنعها تاني المره الجايه هتخلص عليها هي التاني. وبس بتسيب هيلين المكان وبتمشي، وهنشوف طبعا هتعمل ايه ولكن في ملخص الموسم الثاني من المسلسل ده لما ينزل ان شاء الله. اما بقى ديك والعصابه فبيرجعوا لحانه كارين وبيفضلوا يحتفلوا طول اليوم وبيقرروا يسرقوا اكتر واكتر واكتر عشان يبقوا اشهر قطاع طرق في العالم كله. ومع النقطه دي بينتهي المسلسل. وبس كده، سلام.